في الستينات جمعية موجودة مكان الكنيسة، وهذه الجمعية أرادت في يوم من الأيام أن تبني كنيسة، فذهبوا إلى قداسة البابا كيرلس السادس وقالوا له بودنا نعمل كنيسة بدل الجمعية. قال لهم فين المكان؟ قالوا له في السيوف. فجاء دست البابا بعربيته والسواق وزار المكان ودفع من جيبه فلوس عشان يشتري المكان ده وتملي الباباوات كرماء باباوات الإسكندرية، واشتروا المكان ده. وكان ساعتها يا سيدنا مكان كبير، ونشكر الله ان هو على 4 شوارع، ودي كنيسة فريدة في إسكندرية، مش كنائس كتيرة موجودة على 4 شوارع، بسبب رؤية البابا كيرلس السادس أن تكون هذه الكنيسة الكنيسة الثانية بعد دمنهور عشان اسم البابا أثناسيوس. فأراد البابا كيرلس أن تكون كنيسة باسم البابا أثناسيوس جوه اسكندرية، كرسي ماري مرقس يبقى موجود. لكن الظروف لم تسمح لقداسة البابا كيرلس بهذه الرغبة، لكنها كانت وصية. وسنة 1970 يا سيدنا، في 24 إبريل سنة 70 جاء قداسة البابا يزور الكنيسة اللي اشتراها، وكانت صغيرة للغاية لكن جوه المكان الكبير. سنة 1973 جاء قداسة البابا شنودة في تاريخ مهم 25 مايو سنة 1973، يعني بعد 15 يوم من استلام الرفات. وكأنه البابا شنودة كان برضو بوده ان الكنيسة هنا تبقى كنيسة كبيرة، لكنها كانت كنيسة صغيرة. قداستك اليوم الزيارة الرابعة لتشريف قداستك، ودي حاجة تفرح شعب السيوف وشعب أنبا أثناسيوس ان البابا توادروس الثاني زارهم باليوم النهاردة 4 مرات، وأنتم محظوظون محظوظون. في مايو سنة 2012 جاء قداسة البابا وهو الأنبا توادروس ليختار مرشح للكهنوت، وهو أبونا أثناسيوس راغب اللي كان اسمه سيدنا فاكر اسمه لغاية دلوقتي، كان اسمه قبل الكهنوت محب. واختاروا سيدنا الأنبا توادروس وجي صلى قداس وعمل استفتاء جوه الكنيسة، واستقر الرأي على أبونا أثناسيوس، وده أول اسم يبقى موجود باسم البابا أثناسيوس جوه كنيسة أنبا أثناسيوس. دي الزيارة الأولى تحفظوهم. الزيارة الثانية سنة 14، والبابا عمل اجتماع كبير زي اللي انتوا قاعدين فيه، كان عدد الشعب كبير جدا، وكان عشان الخدام والخادمات اللي في قطاع المنتزه اللي عددهم كبير. وقداسة البابا ادى محاضرة وانبسط جدا ساعتها، كان ساعتها جلس على كرسي ماري مرقس سنة 14، طبعا هو من نهاية 12 بس جه وانبسط جدا من الكنيسة. كانت فرحته غامرة وكان مبسوط جدا. في سنة 2018 وميعاد ما تنسيش 5/5/2018، وجي ودشن الكنيسة، وساعتها زي ما انتم شايفين حامل ايقونات كبير وقداسة البابا طويل، بس احتاجنا برضه سلم، والبابا طلع على السلم ودشن حامل الايقونات. اليوم الزيارة الرابعة 2 أغسطس سنة 2023، يبقى احنا بس بنطالب قداسة البابا بمحبة، مطالبة الابن لأبيه، ان سنة 2025 قداسة البابا عامل احتفال كبير في الكنيسة القبطية على مستوى العالم بمرور 17 قرن على مجمع نيقيا. ومن الذي كان له الدور الكبير؟ هو البابا أثناسيوس. فاحنا بنطالب بالمحبة قداسة البابا سنة 25
يبقى موجود عندنا. كمان يعني عشان بس هسوق كلمة قالها قداسة البابا سنة 2020 في العظة اللي ألقاها في مزار البابا أثناسيوس وقت تطيب جسد البابا أثناسيوس في منطقة الأمبرويس. قال كلمة جميلة حابب أقولها، يقول كده: لمصر الحق، لمصر الحق أن تفتخر أنه ظهر على أرضها القديس أثناسيوس الرسولي، وهو القامة الأولى في الشرق المسيحي، وكانوا يطلقوا عليه بطريرك الشرق من عظمته. هذا قول اقتبسته في عظته سنة 2020. ولا يفوتنا أن احنا نفتخر بالبابا أثناسيوس، وقال عنه القديس غريغوريوس اللاهوتي قول يقول كده: كان أثناسيوس سهل الحديث معه، شخص سهل. وهذه الصفة أيضا موجودة في قداسة البابا طوابرس. كان أثناسيوس سهل الحديث معه، لطيفا وخاليا من الغضب، شفوقا حلو الكلام، أحلى في الإقناع، ملائكي الوجه، أكثر ملائكية في الفكر، هادئا عند التوبيخ، كأنه بتوبيخه يشفق كالأب. هذا قول القديس غريغوريوس اللاهوتي عن البابا أثناسيوس.